سيد إيفان، صحيح أن الغرب يقلل من قيمة العمل العسكري التقدم الروسي أو حتى التقهقر كما يقول الغربيون، ويقول أن هذه الاستفتاءات لا قيمة لها، ولكن واقع الحال روسيا هي تتمسك بالأرض وتضم أراضي أوكرانية كما حدث في القرم، تحول الأمر إلى أمر واقع وكل الاعتراضات الغربية لا قيمة لها. نعم، نحن في أوكرانيا بالطبع لا نعترف بهذا الأمر الواقع بما يسمى احتلال روسي في القرم ولوهانسك ودونيتسك، ونحن نعتزم بتحرير جميع المناطق الأوكرانية ولا يهمنا الاستفتاءات، ونحن جميعا نعرف جيدا أن النتائج لهذه الاستفتاءات مكتوبة مسبقا وهي سخرية حقيقة، لأن كلمة ديمقراطية وروسيا لا يمكن أن نضع في نفس المكان. الشعب الروسي هو تم قمعه ولا يتمكن إلا بأي رأي خاص، ولا في روسيا ولا في مكان آخر. أما بخصوص الاحتلال الروسي وكذلك الحرب صعبة بالطبع، وروسيا جيشها كبير، ولكن كان هناك خبراء والمسؤولين حتى المسؤولين الرسميين في أوروبا والغرب بشكل عام متفائلون ومتشائمون، والمتشائمون كانوا يظنون أن أوكرانيا وكييف سيسقط بعد 3 أيام، والمسؤولون المتفائلون كانوا ينتظرون أن كييف سيسقط بعد 3 أسابيع، ولكن الأوكرانيون أثبتوا أقصى ذلك. ونحن نحارب من أجلنا، من أجل شعبنا ومن أجل بلادنا، ولا ما عندنا أي خيار آخر. وحتى التهديد النووي نحن لا نخافه.